الدورة الدموية: القلب هو مضخة عضلية تقوم عن طريق الانقباضات المنتظمة بدفع الدم المحمل بالأكسجين والمواد الأساسية لجميع أعضاء الجسم. ينقسم القلب إلى جانبين: الجانب الأيمن والجانب الأيسر. ويفصل بينهما الحواجز القلبية، ويتكون القلب من أربع حجرات بحيث يتكون الجزء الأيمن من الأذين الأيمن والبطين الأيمن، والجزء الأيسر من الأذين الأيسر والبطين الأيسر، كما يوجد في القلب أربع صمامات تتحكم في سريان الدم بين الأذين والبطين، وبين البطين والشرايين الكبرى خارج القلب، بحيث يسري الدم باتجاه واحد. يعمل الجزء الأيمن والأيسر بتناغم. يضخ الجزء الأيمن للقلب الدم الغير مؤكسد إلى الرئتين عن طريق الصمام والشريان الرئوي حيث يتم تزويده بالأكسجين. الجزء الأيسر يضخ الدم المحمل بالأكسجين العائد من الرئتين إلى جميع أجزاء الجسم عن طريق الصمام والشريان الأورطي. الدورة الدموية تبدأ بوصول الدم الغير مؤكسد إلى الأذين الأيمن عن طريق الوريدين الأجوف العلوي والأجوف السفلي. عندما يمتلئ الأذين الأيمن ينقبض ليدفع الدم إلى البطين الأيمن عن طريق الصمام الثلاثي، ويسمى بالانقباض الأذيني. بعدها ينقبض البطين الأيمن ليضخ الدم عبر الصمام الرئوي إلى الرئتين ليتم تزويده بالأكسجين ويسمى بالانقباض البطيني. بعدها ينغلق الصمام الرئوي مانعا عودة الدم إلى البطين الأيمن. يعود الدم المحمل بالأكسجين عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر. الذي ما ان يمتلئ حتى ينقبض دافعا الدم عبر الصمام الميترالي الى البطين الايسر. عندما يمتلئ البطين الايسر بالدم المؤكسد ينغلق الصمام الميترالي مانعا عودة الدم الى الاذين الايسر. بعدها يبدأ البطين الايسر بالانقباض ويفتح الصمام الاورطي ليضخ الدم الى الشريان الاورطي ومنه الى جميع اجزاء الجسم. ثم ينغلق الصمام الاورطي مانعا عوده الدم الى البطين الايسر وتتكرر هذه الدوره بشكل منتظم وتسمى بالدوره الدمويه